اهلا بيكم، برحب بيكم في حلقه جديده. النهارده في فيديو جديد هنتكلم فيها عن الابراج، ونتكلم عن مين هم الابراج الاكثر حظا، او الابراج اللي هيكون عندهم توفيق اكتر في النص الاول من عام 2021. عملنا قبل كده فيديو مين هم الابراج الاكثر حظا في عام 2021 واتكلمنا عنهم هنقول مين هم الابراج اللي عندهم حظ، او يعني لو بيفكروا في اي حاجه ليها علاقه في بروجكتس او في مشروع او في تغيير عمل هيكون ليهم حظ كويس جدا في علاقاتهم العاطفيه، وكمان على نطاق المال او الفلوس او فلوس او مال او علاقات انسانيه علاقات اجتماعيه. طيب في المرتبه الاولى من الابراج الاكثر حظا في عام 2021 هيجي وبجداره برج الدلو. برج الدلو هو من اكثر الابراج حظا في عام 2021 في النص الاولاني والنص الثاني، فبالتالي هو الحمد لله ان شاء الله باذن الله هيكون عنده توفيق دايما، هيبقى عنده دايما لو بيفكر يعمل مشروع، لو بيفكر يشتغل، لو بيفكر يدور على شغل جديد، لو بيفكر في علاقه عاطفيه، هو الحظ هيكون واقف حليف ليه في هذه الفتره. فبالتالي احنا بنتكلم عن النص الاولاني يعني لحد نهايه شهر 6 2021. فبرج الدلو بشجعكم على ان لو عندكم افكار بلاش تكسلوا، بلاش تفكروا في كسل، ان الدلو كسول شويه، بالعكس حاولوا ان انتوا يعني ان انتوا تستغلوا كل الاوبورتونيتيز بتاعتكم، تستغلوا كل الفرص اللي قدامكم، لان ان شاء الله هيكون عندك توفيق كتير جدا وهيبقى عندك فرص اكبر من اي برج تاني. هيجي بعد كده عندنا في المرتبه الثانيه من الابراج الاكثر حظا لعام 2021 النص الثاني وبجداره هيجي برج السرطان. برج السرطان كان من اكتر الابراج اللي تعبانه جدا سنه 2021، كانت سنه كبيسه بالنسبه لهم ماليا وعاطفيا وعائليا، الا ان الحظ هيبتسم لبرج السرطان في النص الاولاني، وخاصه ممكن تكون في الشغل، في الشغل جالك فرص كويسه، هتبدا تجي لك هيبدا يجي لك افكار جديده، ممكن تشتهر اكتر لو بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، هيبدا حتى عاطفيا هتبدا تحسن علاقتك وتقدر تقف على رجلك. السرطان ممكن تكون عنده شويه وعكات صحيه، بس في النص الاولاني هتقدر تستقر عاطفيا وتلاقي نصك التاني يا برج السرطان. المرتبة التالتة والبرج التالت من الأبراج الأكثر حظا في النص الأولاني من العام هيجي برج الجدي. برج الجدي ما شاء الله يعني أعتقد أنه كان كويس السنة اللي فاتت، بس كان في آخر السنة عنده شوية أزمات مادية، أو كان مزنوق في فلوس، مديون في فلوس، إلا أنه هو في النص الأولاني برج الجدي من الأبراج برضو اللي هتحقق طلعة قوية جدا في العمل، أو في طموح، هيبقى طموحه أكتر عاطفيا، كمان عنده ارتباط رسمي أو عنده خطوبة أو عنده زواج أو عنده رجوع لشخص من الماضي كان نفسه يرجع له أو كان نفسه يتصالح. فالجدي هيعنده أمنية تتحقق في النص الأولاني، سواء أمنية عاطفية أو في العمل أو ترقية، أو حتى هيبقى عنده أفكار جديدة هتجيب له دخل أكتر، فجايله فلوس كمان كويسة جدا جدا. طيب رابع برج من الأبراج الأكثر حظا برضه هو برج الدعك. السنة اللي فاتت كان عنده مشاكل كتير جدا وأزمات كتير جدا واتظلم، هو برج الحوت. برج الحوت من أكتر الأبراج اللي اتظلمت عام 2020، كان عنده مشاكل في العمل، كان عنده مشاكل نفسية، كان عنده مشاكل عائلية مادية، الا ان في 2020 سبحان الله تحس كده انت كل ما تمسك حاجه التراب بيتحول معاك لذهب، عندك كل المشاكل بتبدا تروح، كل الازمات بتتفك. برج الحوت هيبقى عندك كمان نجاحات كويسه جدا، افكار ومشاريع، سبحان الله في توفيق من عند ربنا قوي جدا جدا، تلاقي مثلا مشاكلك العائليه بتتحل، علاقاتك فيها تصالحات، بتتصالح مع اصدقائك، بتبقى افضل، فبرضو انت من اكتر الابراج حظا. خامس برج هنقول عليه ان هو من اكتر الابراج حظا برج الحمل. برج الحمل برضو النص الاولاني عندكم لقاء بحبيب او ارتباط عاطفي، فلوسكم فيه، جاي لكم هدايا، فلوس من حيث لا تحتسبوا، جاي لكم برضو حلم او امنيه ليك هتتحقق يا برج الحمل في النص الاولاني، حقك هيرجع لك، يعني في برجين هيرجع لهم حقهم. الابراج دي اتظلمت سنه 2020، برج الحمل وبرج الحوت وبرج السرطان، دولت يعني اتظلموا وجاي لهم فرص قويه جدا جدا، او جاي لهم رد لحقهم ورد لاعتبارهم. طيب في ابراج تانية برضو هيبتدي الحظ بتاع في اخر المهله، يعني ايه يعني اخر او من شهر مثلا 5، يعني من اول شهر 5. برج العذراء من الابراج اللي يعني حظه هيبدا يتظبط جدا جدا في شهر 5. العذراء ابتدى جانيوري بنزله، بعد كده فبراير في شويه نزلات يعني، ومارش برضو، بس من اول اواخر ابريل هتبدا حظوظك تتظبط اصلا عاطفيا وكمان ماديا، وحاجات كتير هتبدا تظبط معاك،
من اواخر شهر ابريل لبرج العذراء. وكمان البرج التاني اللي برضو الدنيا تبدا تظبط معاه جدا برج القوس، يعني قوس وعذراء، يعني استنوا بس الاواخر اربعه. الابراج اللي هيبقى عندها ups and downs ups and downs ups and downs، تور عنده شويه تذبذبات، يعني شهر كويس شهر وحش، شهر كويس شهر وحش. عادي يا برج التور انت صبور، يعني لما يجي لك شهر كويس خليك اعرف ان الشهر التاني ممكن ما يكونش افضل حاجه، بس استغل الشهر كويس ان انت تقدر توصل لحاجه نفسك فيها او حاجه بتتمناها. طيب الاسد برضو حظه كويس جدا، الاسد والميزان، بس حظه هيبدا يتظبط برضو في شهر، في اوائل شهر خمسة او اواخر شهر خمسة. يعني الاسد والميزان الدنيا هتبدا تطلع معاهم كويس قوي قوي، بس في نهايه النص الاولاني. في ابراج زي ما قلت ان الدنيا هتبقى ظابطه معاهم طول السنه، بس دايما حاولوا الابراج اللي قلت ان حظهم هيبقى كويس في النص الاولاني، حاولوا ان انتوا تتخذوا اي قرارات بانفستمنت هتبقى كويسه بالنسبه لكم، دراسه، سفر، عمل، ترقيه، تغيير عمل، حب، قرارات العاطفيه ان انت ترتبط، يعني هيبقى في توفيق قوي جدا جدا بالنسبه لك. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، بتمنى لكم يا رب كل الدعم وكل الحظ وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. بيج هارت لكل الابراج. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا دايما بقول ان مفيش حاجه اسمها شخص محظوظ وشخص مش محظوظ، كلنا ممكن نصنع الحظ. حتى لو انت حاسس ان انت في شويه عدم توفيق، اجتهد، ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنب الناس المجتهده. فلما تكون عندك الدنيا بايظه اشتغل على نفسك، حاول مره واثنين وثلاثه وقوم واقف واقع، يعني مفيش حاجه اسمها برج محظوظ وبرج مش محظوظ. اشكركم واشوفكم في فيديو تاني. قولوا لي انت شايف حظك عامل ازاي، او حاسس ان الدنيا عامله كانت عامله معاك في ايه في 2020 وبدايه 2021 عامله معاك ايه. قولوا لي انتوا برج ايه وشايفين الحظ بتاعكم طالع ولا نازل والتوفيق بتاعكم عامل ازاي. ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، بحبكم جدا جدا. انا بحاول اجري عشان موبايلي هيفصل شحن تقريبا، بجري بسرعه قوي. ثانك يو، بحبكم قوي قوي قوي. الابراج الاكثر حظا انتهزوا كل الفرص يا جماعه. انا بقول دايما ان الناس المحظوظه هي الناس اللي بتعرف تاخد الفرص بتاعتها وتستغلها كويس، هم دولت الناس اللي بعتبرهم محظوظه. كلنا هيجي لنا فرص، بس في ناس بتعرف تستغل الفرص في الوقت الصح، وفي ناس بتضيع عليها فرص في حياتها. فدايما ادرس كل الفرص اللي